عسلامة يا جماعة. أنا توا في مطار قرطاج مستني الفول متاعي مع تونس إير، والرحلة متأخرة حوالي 6 سوايع 7 سوايع حكا، وطبعا العباد الكل متغشة ومتقلقة وكده. أما أنا خمنت في نقاط إيجابية، خمنت في حاجات باهية نخرج منهم من الغطاء غدايا متاع تونس إير، فأقول لكم توا على 10 حاجات إيجابية تخرج منهم من أي غطاء مع تونس إير. أول حاجة هي اجعل دقائق الانتظار دقائق استغفار، وبكده تبقى أنت ممكن تكفر عن سيئاتك في حياتك كاملة من فول واحدة بس مع تونس إير. يا سلام، تدخل الجنة وفي نفس الوقت تسافر، حاجة جميلة جدا بتعطي لك فرصتها بس تونس إير. الحاجة التانية، كنت عارف منين مدام أمل بنتها هتسميها سوسن، كنت عارف منين أيمن، كنت عارف منين حازم، كيفاش الركاب كانوا باش يقربوا لبعضهم هكا وتبقى علاقة بينا قوية جدا، وباش نتوحشهم باش نتوحشهم على الآخر أنا كنت سايبهم ونهبط من الطيارة، كيفاش في قوة علاقة. تونس إير بتعطيك الفرصة إن أنت كل العباد تقرب من بعضها وتبقى في علاقة قوية وعلاقة حب ومتانة بين كل الناس وبعضها البعض. الحاجة الثالثة هي في المطار هنا فما طفلة مزيانة على آخر قاعدة على مركز الثقافة بتكلمك على تاريخ تونس، ممكن من فول واحدة مع تونس إير تنشم تعرف تاريخ تونس كامل من أول قرطاج وعليسة لحد الباشا قائد السبسي، وكمان بتعرفك على الماكلة التونسية، بتعطيك باجيت وهريسة وجبن وحاجات بنينة برشا. أنت عرفت تاريخ تونس وعرفت ماكلة تونس من فول واحدة بس مع تونس إير، ربنا يخليك لينا يا تونس إير. الحاجة الرابعة أن الركاب كلهم حاضرين، فما تسلية وفما مرح، الركاب جايبين معهم لودو كينج، جايبين أونو، جايبين شكوبة، جايبين كارتة، كل شيء كل شيء معانا، فاحنا مقضيين وقت جميل، احنا شيخين وعاملين جو مع بعضنا، مناش متقلقين من القاعدة، لا 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 لا، احنا شيخين وعاملين جو يا راجل، فما تسلية وفما مرح مع بعضنا البعض. رقم 5، كان انت ما تحبش التسلية والمرح وما تحبش العباد ويقلقوك العباد برشا، نجم تقعد وحدك، نجم تتأمل، تأمل في حياتك، انت تعرف وين تحب توصل في حياتك، انت شايف نفسك ماشي في اتنية صحيحة، ما اظنش، فرصة تتأمل في حياتك وتعرف وين تحب توصل وشنو تحب تعمل بالظبط، والفرصة دي ما كنتش هتاخدها مع اي حد الا مع تونس إير. الحاجة السادسة، عندك برشا ما كلمتش داركم، عندك برشا ما كلمتش ماما ماما بابا، عندك برشا مش قال ما سالتش على اصحابك ومتلفهم هكا، عندك برشا ما كملتش القضيه اللي عارفك يحبك تعملها بقالك عامين، ما عندكش وقت تكمل الخدمه بتاعك، تو عندك الفرصه كمل الخدمه، كلم اصحابك، كلم داركم، اسال العائله، اعمل كل الحاجات اللي انت تحب عليها دي مع تونس إير. الحاجه السابعة، تونس إير دي ما توصل للمكان اللي تحب عليه، ماشي مبدا نسير ببطء لكن انا نعرف الطريق. عمرك حجزت مع تونس إير رحله لمصر ولقيت روحك هبطت في امريكا؟ عمرك حجزت رحلة على فرنسا لقيت روحك في إيطاليا مثلا؟ لا لا لا، مش ممكن، هي عارفة وين تحب توصل وبتوصل للبلاصة اللي تحب عليها مهما كان الوقت. الحاجة الثامنة، هي بتديك فرصة، بتديك فرصة تراجع نفسك، انت بالحق تحب تسيب تونس؟ بالحق تحب تمشي وتسيب تونس؟ ما تحبش تونس انت؟ تونس متعلقة بيك، تونس مكبشة فيك هكا، تونس ما تحبكش تسيبها، تونس تحبك تقعد معاها وتقعد تخمم انا بالحق نحب نسيب تونس ولا لا، عشان تونس بتقول لك انا مش نحب نسيبك وانا نحبك تقعد بحدايا اكتر فترة ممكنة وما تبعدش عني ابدا. يا سلام يا سلام على الحب، يا سلام يا سلام. الحاجة التاسعة، ماشيين بمبدا هي كل تأخيرة وفيها خيرة، تونس إير بتعرف مصلحتك اكتر منك انت شخصيا، عارف لو كنت وصلت في ميعادك كنت ممكن تعمل حادثه، كنت ممكن تحصل لك مصيبه، كنت ممكن، احنا عارفين مصلحتك، احنا عارفين مصلحتك، كل تاخيره وفيها خيره، التاخير اللي عملناك دي اتسبب في حاجات باهيه برشا، وكان وصلت في ميعادك الله اعلم كالمصايب اللي كانت تحصل لك. الحاجه العاشره والاخيره، كم مره فاتتك طياره، كم مره اتاخرت مجرد 5 دقايق او درجين وفاتتك الطياره بتاعتك؟ تونس إير بتقول لك اتاخر براحتك، مهما اتاخرت مستحيل تفوتك الطياره، اللي انت مش ممكن تكون متاخر اكتر مننا، احنا خايفين على مصلحتك. وبكده الحاجات دي تؤكد لك ان التاخير ده فيه الخير، وبقول للتوانسه وبقول لتونس إير افتخري افتخري، خليها في الماركتينج ده بتاعك، قولي بالعكس في الاعلانات انشريها اكتر واعتزي بيها، الفخر بالتاخير ده، قولي كل، شوفي انا بقول لكم قولوا ايه، كل شركات الطيران في العالم في ميعادها احنا بس متاخرين، كل شركات الطيران بتطلع في ميعادها احنا بس، والسلوجان بتاعك يبقى تونس إير ديما غوتاخ.